حذر البيت الأبيض جميع الأطراف من أي تصعيد في الشرق الأوسط بعد موجة ثانية من انفجار أجهزة اتصال لعناصر في حزب الله. وأقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن الولايات المتحدة لا تريد أي تصعيد من أي نوع، مشيرا إلى أن واشنطن لا تعتقد كذلك أن الانخراط في عمل عسكري إضافي هو طريقة حل للأزمة الحالية.